والمذيعة والمخرج إلى النيابة الإدارية. ثم صدر بعدها بيومين قرار من رئيس الوزراء بتولي السيدة صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار لمهام رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون. احنا بنتمنى ان الدنيا تمشي كويس وان تلفزيون الدولة يبقى معبر عن الدولة وان مفيش اخوان يبقى في التلفزيون المصري، لان يا استاذة صفاء امامك مهمة كبيرة، مهمة العدل، مهمة اتخاذ القرار، واحنا واثقين انك قادر على اتخاذ القرار كويس قوي، وفي نفس الوقت مهمة ان احنا ننظف الاتحاد من الاخوان. في مذيعين كانوا منحازين للاخوان بنشوفهم دلوقتي موجودين ومتدلعين وبيتكلموا، في مخرجين، في معدين.